أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في تصريح خاص لمركز الأخبار على نجاح مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في تحقيق العديد من المشاريع التنموية الرائدة في قطاع الكهرباء والماء. يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التبريكات والتهاني لحضرة جلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي ذكرى مرور 25 عام على تولي جلالته مقاليد الحكم، ولا يسعنا إلا أن نشيد ونستذكر في هذه المناسبة للإنجازات التنموية الرائدة والمكتسبات الوطنية التي حققت بفضل رؤية جلالته حفظه الله ورعاه، والتي تحققت بفضل توجيهات مستمرة من صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في كافة مجالات النهضة التنموية التي شهدتها المملكة، وأن نسلط الضوء على قطاع الطاقة وما تحقق فيه من إنجازات تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتواكب مساعي مملكة البحرين للوصول لأهدافها في الحياد الصفري. ونسأل الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك وأن ينعم على مملكتنا الغالية التطور والازدهار.